السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم. النهاردة معانا التابلت الإسلامي، مميزات كتير وخامة تحفة علشان خاطر ولادنا الجمال. التابلت الإسلامي اللي معانا النهاردة حجمه رائع وكبير جدا، بيشتغل عن طريق 3 بطاريات ألم، وبيشتغل عن طريق إن أنا أضغط على الزر ده وبيقول التابلت رسالة ترحيبية للطفل. التابلت بتاعنا في إطار مضيء بلون هادي وجميل بالشكل ده، وينفع يشتغل وميض لو ضغطنا عليه مرة تانية، ولو عايزين نقفل النور بتاعه بنضغط مرة تالتة. الجزء العلوي في بعض الأدعية والآيات القرآنية. ده دعاء. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك. الجزء الثاني لتعليم الصلاة من أول تكبيرة الإحرام حتى التشهد خطوة خطوة. الله أكبر. بالشكل ده كده. طيب بعد ما قلت الله أكبر بنبتدي إن إحنا نقرأ سورة الفاتحة، وبيقول كمان دعاء الاستفتاح معاها. لما يجي مثلا يركع بيقول سبحان ربي العظيم 3 مرات بالشكل ده كده. الجزء الثالث أدعية للمواقف الحياتية زي دعاء الاستيقاظ من النوم ودعاء دخول الخلاء ودعاء الطعام وما شابه. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. الجزء اللي بعد كده وهو تعليم الحروف، والإصدار اللي معانا في لغتين عربي وانجليزي، ويمكن للتابلت انه ينطق كل حرف لوحده. نضغط على الحرف او الكلمه على بعضها. نضغط على الحرف ده مثلا نون او الحرف ده صاد. طيب لو عايز اقول كلمه بنضغط على كلمه لو نضغطنا هنا كده ضابط. لو عايز اغير انجليزي بضغط هنا على الزرار بيغير الانجليزي. وهكذا. لو عايز اقول كلمة Water. من المميزات الرائعة الموجودة في التابلت ان انا ممكن اختبر ايه؟ اين الحرف غين؟ غين حرف الغين فين حرف الغين؟ طيب حرف الغين طبعا اهو، لو انا جاوبت صح شوفوا صحيح انت ذكي. اين الحرف راء؟ طيب حرف الراء اهو، بس خلينا انا مثلا جاوبت غلط حاول مرة ثانية. طيب اين الحرف راء؟ بيعيد السؤال مرة ثانية طبعا عشان الطفل في السن ده ممكن ما يكونش فاكر السؤال قوي. لو انا غلطت اهو حاول مرة ثانية. اين الحرف راء؟ اهو تعال نجاوب المرة دي صح. صحيح انت ذكي. الكلام ده سواء بالعربي او بالانجليزي، ما نقلقش من البطاريات بتقعد اطول فترة ممكنة، لان التابلت في فصل تلقائي اذا لم يتم العمل عليه لمدة دقيقة او 60 ثانية. يلا بسرعة ابعت لنا في رسالة على الماسنجر او الواتساب اطلب التابلت لابننا الجميل، وانتظروا كل ما هو جديد من جولدن كيدز. والسلام ختام.